بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البشارة البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكمالك. اللهم صل على سيدنا محمد مجد الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو آخر بما أنت آخر، وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك لأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صلي صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وعلى آله وسلم وجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا، نسلم بها من وارد الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا رزاق، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الرزاق وعلى آله، الذي رزقته فوسعت عليه لترزق به سائر الخلق حسا ومعنى، ولذا قلت له: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صلاة ترزقنا بها قوت أرواحنا وأنفسنا وأبداننا بما يغنينا بفضلك عمن سواك، شاكرين عطاءك ونعماك غير قاصدين إلا إياك يا رزاق. اللهم يا فتاح، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الفتاح وعلى آله، الذي فتحت به الأكوان ثم فتحت به أنوار الإيمان والإيقان في قلوب أهل الإحسان والعرفان، صلاة تفتح لنا بها مغاليق خزائن رحمتك من الطاعات والأرزاق والمعارف والفهوم، لنكون بفضلك مفتاحا لها على العباد بمدد وراثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعلته فاتحا وخاتما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم يا عليم يا عالم يا علام، يا من هو بكل شيء عليم، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد العليم وعلى آله، الذي علمته ما لم يكن يعلم، فقال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله. صلاة ترزقنا بها علما مصحوبا بخشية، لنعمل بما علمتنا فتنفعنا به، ليصير حجة لنا لا علينا، وزدنا علما نتوب علينا يا عالم السر والنجوى. ويا رب
كما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقاربنا ومشايخنا وعلمائنا وآل بيت نبينا وسائر المسلمين وذرياتهم يا رب العالمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائلين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري الهروي، الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي، المولود يوم الجمعة 2 شعبان سنة 96 و300 من الهجرة النبوية الشريفة في مدينة خراسان وهي في أفغانستان الآن، وتوفي يوم الجمعة 22 من الحجة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، ومدفون بقرية قريب من هراء رحمه الله تعالى. ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، امين. ما زلنا في قسم البدايات، وقسم البدايات 10 أبواب، وهي رحلة النفس الأمارة حتى تصير لوامة. فالبداية تبدأ بنفس أمارة وتنتهي بنفس لوامة، ثم بعد ذلك تقف على الأبواب. فالنفس اللوامة تقف على الأبواب، والنفس الأمارة تحتاج للبداية. وتكلمنا على أن بدايتها اليقظة، ثم التوبة، ثم المحاسبة، ثم الإنابة، ثم التفكر، ووقفنا على التذكر. نتكلم اليوم على التذكر. يقول: باب التذكر. قال الله عز وجل: وما يتذكر إلا من ينيب. وبالتالي التذكر لا يكون إلا بعد الإنابة، والإنابة لا تكون إلا بعد التوبة، والتوبة لا تصح إلا بالمحاسبة. ثم أن التذكر لا بد أن يحتاج إلى تفكر لتتذكر ما تفكرت فيه. وبالتالي هو بنى هذه الأبواب ترتيب منطقي، وإن كان الله قادر أن ينقلك من باب إلى الأبواب الأخيرة دون أن تعيش هذه الأبواب كلها في حالة الجزم، ولكن نحن نتكلم على حالة السلوك، فحالة السلوك تحتاج إلى هذه الأحوال. لكن الله لا يحتاج لشيء، الله بقدرته يحملك من الأمارة إلى كبار الأولياء في لحظة. والله يهدي من يشاء ويجتبي إليه من ينيب. هذا في باب الاصطفاء. ونحن الآن الباب الذي بأيدينا والذي وضعه الله في أيدينا، الذي قال لنا فيه اسألوا الله من فضله، هو باب الأسباب والسلوك حتى نصل إلى الله وأن إلى ربك المنتهى. فالتذكر يكون بعد الإنابة، والإنابة تكون بعد التوبة. ولا يكون التذكر إلا لأولي الألباب، لأن الله يقول في آية أخرى: وما يتذكر إلا أولي الألباب. وأصحاب الألباب هم الذين يتفكرون ليتذكروا. فالتفكر، التذكر فوق التفكر، لأن تتفكر أولا ثم تتذكر ثانيا. فالتفكر كأنه زرع، والتذكر كأنه حصاد. كأن التذكر هو ثمرة التفكر. التفكر طلب، والتذكر وجود، يقول هكذا. فإن التفكر طلب والتذكر وجود. يعني عندما تتفكر أولا تطلب من خلال فكرك أن تصل لمبتغاك، فإذا وصلت لمبتغاك تذكرت ذلك فصرت متعظا، فصرت متعظا. فإذا اتعظت اعتصمت، اعتصمت بحبل الله. ولذا يأتي بعد التذكر الاعتصام، فيقول: التفكر طلب، والتذكر وجود،
أهمية التذكر ثلاثة أشياء: الانتفاع بالعبرة أول حاجة، والاستبصار للعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. يبقى التذكر مبني على ثلاثة قواعد. لكي تكون متذكرا لابد أن تنتفع بالعظة، ولا ينتفع بالعظة إلا التائب، إلا التائب إلى الله المتيقظ لغفلته. إذا تيقظت وتبت وحسبت نفسك انتفعت بالعظة. لكن لو لم تمر بهذه المراحل، مهما وعظت إنسان غافل لا يتقظ. لابد أن ينتبه أولا، كأنك بتكلم إنسان نائم لا يسمع. لابد أن يتيقظ حتى يسمع فيتعظ. ولذلك يقول أبنية التذكر ثلاثة أشياء: الانتفاع بالعظة. والانتفاع بالعظة لا يكون إلا بكمال التذكر. والاستبصار للعبرة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لابد انك انت تستبصر للعبره، تعتبر بالسابق حتى لا يضيع من بين يديك الحاضر والمستقبل. فان لم يكن لك سابق فانظر الى سابقه الاخرين، تعتبر بغيرهم. وان كان لك سابقه غفله فانظر الى سابقتك انت لتتعظ حتى لا تضيع باقي عمرك في غفلات. وبالتالي الاستبصار للعبرة، والاستبصار للعبرة لكي يعتبر بغيره ويعتبر بنفسه في الماضي، ينظر حاله قبل أن يتيقظ كيف كان كالميت، فعندما تيقظ صار كالحي، فعليه ألا يعود إلى الموت مرة أخرى. والظفر بثمرة الفكرة. قال في أول الكتاب لو تذكرت في المقدمة أن الإنسان لا يبني ثمرة مقام إلا لما يرتقي للمقام الأعلى. اللي حضر معنا المقدمة. فلا بد أنك أنت ترتقي للمقام الأعلى حتى تبني ثمار المقام الأدنى. لأنك طول ما أنت في المقام أنت مشغول بآداب المقام، مش مشغول بجني ثماري. فإذا انتقلت للمقام الأعلى كمل فنلت في المقام الأدنى، وأصبحت تجني ثمار المقام الأدنى ومشغول بأداب المقام الأعلى، وهكذا. وعشان كده قال لك هنا إيه؟ والظفر بثمرة الفكرة. الفكرة جاية من التفكر. فبيجني ثمرة الفكرة وهو فين؟ في مقام التذكر. فهمت بقى؟ يعني لما ينتقل من التفكر إلى التذكر يبني ثمرة التفكر. لأن لا يكمل المقام إلا إذا انتقلت منه. فهمت؟ فدي نقطة مهمة. إيه ثمرة التفكر بقى؟ ثمرة التفكر يدلك على العمل. وإذا عملت بما علمت أورثك الله معارف لم تكن تعلمها. الله يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. مش كده برضه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. في مقولة مشهورة الناس تظنها أنها حديث نبوي شريف، هي صحيحة المعنى ولكن ليست حديثا عن النبي: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذه المقولة ليست حديث نبوي ولكنها صحيحة المعنى، لأنها توافق القرآن الكريم. القرآن يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. أي إن اتقيت الله وأطعت الله علمك الله. يبقى إحنا عندنا ثمرة الفكرة. ثمرة الفكرة هي العمل بما تفكرت فيه بمقتضيات التفكر، يعني طاعة الله عز وجل. فالتفكر يدلك على العمل، والعمل يعطيك المعارف. تتولد في قلبك المعارف. من أخلص لله 40 يوما تفجرت في قلبه نبي الحكمة. لأن الروح طبيعتها دراكة، الروح طبيعتها عالمة، لأنها سر من الله عالمة.
ولكن متى جاهلت؟ جاهلت لما اختلطت بهذا الجسد التراب، فغفلت عما كمن فيها من علوم. فلما تقاوم هذا الجسد التراب وشهواتك وغفلاتك بالذكر، ترتقي الروحانية وتخرج من حجابها. فإذا خرجت من حجابها قرأت ما وضع فيه. وعشان كده قال لك التذكر، يعني أنت بتتذكر ما وضع فيك أصلا. تتذكر العهد الأول يوم ألست بربكم، تتذكر العلوم الموجودة فيك أصلا، لكنها تغطت بحجاب البشرية وغفلات الشهوات ووساوس الشياطين وانصباغها بالهوى. فهم؟ فأول ما تقاوم نفسك بالتوبة واليقظة والمحاسبة والتفكر، تجد يرق الحجاب. كلما رق الحجاب غلبت عليك الروحانية، بعدما كانت غلبت عليك الحيوانية. فلما تغلب عليك الروحانية تبني ثمار التفكر، وهي المعارف والفهوم، حيث أن الله يفتح في قلبك معارف لم تلتقطها من غيرك. العلم تكتسبه من الشيخ، علم مكتسب، تسعى إلى الشيخ وتجتهد في طلب العلم بمنهج معتبر وكتاب وشيخ وفهم وحفظ وعمل بما علمت. فإذا عملت ذلك وأخلصت لله، تذكرت ما طبع فيك من معارف، فتجد نفسك بتتكلم بحكم لم تسمعها من شيخ ولم تقرأها في كتاب. معارف تتولد في قلبك لم تكن تخطر على بالك حتى حين سماعك هذه الآيات. تجد نفسك تسمع الآية ينفجر منها معنى، في حين أنك تحفظها وتقرأها مئات المرات قبل ذلك. لكن فجأة بسبب إخلاصك وتفكرك ومراقبة لنفسك ورقة طبعك وغلبة الروحانية عليك، تتذكر ما طبع في روحانيتك من معارف. فالمعارف ما هي إلا قراءة ما كتب في الروح التي خلقها الله عالمة دراكة. فالروح عالمة دراكة، والجسد البشري جاهل مغموس في ثقله وفي كثافته، في عالم المحسوسات. ولذا يقول الظفر بثمرة إيه؟ يبقى التذكر يقوم أيضا على ثلاث قواعد. أولا الانتفاع بالعظم التي ترقق قلبك وتقلل حجبك، والاستبصار للعبرة فلا تضيع ما في يدك من أوقات وتعمرها بالطاعات. فإذا فعلت ذلك جنيت ثمرة الفكرة بالعمل الصالح. وتذكر ما طبع في قلبك وفي روحك من معارف، فتتكلم بالعلم اللادوني أو العلم الوهبي. وعلى شكل تجد الأولياء لا يحبون إذا تكلموا أن يتكلموا بالعلم الذي اكتسبه من الشيخ وحفظه، لأنهم هم يريدون أن يتكلموا من بحر معارفهم، لأنهم كانوا يقولون أن العلم المنقول عن العلماء ده ميت عن ميت، ولكن هو يريد أن ينقل العلم المنقول عن الحي الذي لا يموت. فلذا الأولياء كلامهم مختلف عن كلام العلماء. العلماء يهتموا بالأساليب، يقول لك سمعت هذا القول وهذه القاعدة من فلان عن فلان عن فلان، وفلان قرأها بالطريقة الفلانية وفهمها من فلان واستقاها من كده. يعني ايه تملي يحيلك الى المراجع، ده كلام العلماء. لكن تلاقي الأولياء ما يتكلموش كده. الأولياء يتكلم بما انطبع وانفجر في قلبه من معارف لم يتلقاها من احد، فاسنادها من الله بواسطة ايه؟ بواسطة الروحانية المحمدية اللي هي اسمها الوراثة المحمدية، الوراثة المحمدية الحقيقية. وعلشان كده قالوا أن الأولياء إذا اتفقوا فسد، إذا اتفقوا في الكلام فسد، يبقوا بيقللوا بعض، ولا يوجد تجلي يشبه التجلي الآخر. يعني الله يتجلى على هذا بتجلي مختلف عن هذا وتذوق مختلف عن هذا، وكل يعبر عن تجليه بطريقة تختلف عن الآخر. فإذا اتفقوا يبقوا كذابين، بيقللوا بعض. يبقى مش بيتكلم بقى عما انفجر في قلبه من معارف، ولا
روحانيات فهم؟ لكن العلماء لما يختلفوا تبقى فساد. العلماء اللي اختلفوا يؤدي الى الفساد، لان العلم منضبط، قواعد منضبطه. لكن الاولياء تتكلم من بحر المعارف، والمعارف والفهوم تتفجر في الارواح التي رقت طبعها وعادت الى بارئه كما كانت الى اصلها. وكل يعبر عن تجليه الذي لا يتكرر في نفسه ولا يتكرر في غيره. حتى الولي كل لحظة تتجلى عليه تجليات ومعارف تختلف عن التجليات التي كانت قبل ذلك في كل لحظة، لأن التكرار علامة الإفلاس، والتجلي من الله المتجلي لا يفلس. فكل تجلي جديد أدي ثمرة الفكرة، ثمرة الفكرة بتجليات لا تنتهي وترقيات لا تنتهي، حتى أن نبيك أعلم الخلق بالله وأعبد الخلق لله أمره الله ويقول رب زدني علما، فالعلم لا ينتهي. وبالتالي ثمرة الفكرة هي تجليات لا تنتهي على قلب الولي العارف بالله، وتكون ثمرة بإيه؟ للفكرة التي دلته على العمل بمقتضى الكتاب والسنة، فلما عمل أورثه الله علم ما لم يعلم، ما لم يعلمه يعني من المشايخ، ما لم يعلمه من الكتب، ولكن أورثته علم لدني من الله كتبه في روحه وهي موجودة فيه. فالعلم فيك وليس من خارجه، الحقيقة كده. وعلشان كده كلما ركزت في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كل معلوم موجود في نفسك، ولكن أنت اللي مش عايز تبصر. إذا أبصرت ودققت في نفسك علمت كل معلوم ووصلت لكل مجهول، حتى تصل إلى أنك أنت أجهل المجاهيل، فلا تعرف المعارف إلا برب المعارف، فتعرف ربك بربك ولا تعرفه حتى بجهدك ولا بعملك. فدي الظفر بثمرة ايه؟ الفكرة اللي هي العمل والمعارف. وإنما ينتفع بالعظم، احنا عندنا بقى ثلاث أعمدة، انتفع بالعظم واعتبر وثمرة الفكرة. كل واحدة ازاي يوصل لها؟ هيعلمك بقى ازاي توصل لكل واحدة منهم. كيف انتفع بالعظم؟ بيقول وإنما ينتفع بالعظم بعد حصول ثلاثة أشياء. لازم تحط في ثلاث أشياء عشان تتعظ، تنتفع بالعظة يعني تتعظ. كل الناس بتسمع القرآن، وكل الناس بتسمع كلام النبي، وكل الناس بتسمع نصائح العلماء، لكن كم واحد بيعمل؟ اللي بيعمل قليل. طب لماذا؟ لأن الكثير لم يبلغ درجة الاتعاظ، لانه ما عندوش الثلاث اشياء دي اللي عايز يقولها لك الشيخ. لو توفرت في الثلاث اشياء دي اقل كلمه يتعظ خلاص ويتوب الى الله. ايه هي الثلاثه اشياء التي ينتفع بها اذا توفرت بالعظم؟ شده الافتقار، يستشعر انه في تمام الافتقار الى الله والى النصح، يستشعر انه غريق في بحر اوهامه وفي بحر غفلاته، فيبحث عن لوح خشب يتعلق فيه حتى لا يغرق. يستشعر هذا، يعني يستشعر، يعني كأنه يخرج من كل علومه التي يعتمد عليها فيلجأ إلى الله، كما أخرجه من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لا، لعلكم تشكرون دي في النحل دي. لعلكم تشكرون في النحل دي. يعني لعلك تصل لدرجة الشكر، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبصرك بافتقارك، فإذا افتقرت اتعظت. لما تستشعر انك انت، شوف سيدنا علي زين العابدين كان من ضمن دعواته
يدعي ربه يقول ايه؟ اما يجيب المضطر اذا دعاه، فكان يقول سيدنا علي بن العابدين: اللهم اني ادعوك دعاء الغريق الغريب الفقير الضعيف الذي لا يجد له منجا الا انت. شوف قد ايه جمع كام سبب للافتقار. شوف سيدي احمد بن عطاء الله يقول ايه في الحكم: اللهم اني انا الجاهل في علمي فكيف لا اكون جاهلا في جهلي، ومني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. ليعترف الاول بافتقاره، فاذا اعترف بافتقاره معناه انه متشوف للعزه. تصور انت بقى حاسس انك انت غرقان ومستني بس ولو لمحه كده ان في ضوء جاي لك من بعيد حد ينقذك، تقوم باقل ضوء ولو شمع تهتدي، لانك انت قاعد منتظر وحاسس ان هي دي. تصور انت في صحراء عده ايام لم تشرب ماء ولم تطعم طعام عده ايام، ثم بعد ذلك وجدت كسره خبز كانك وجدت الدنيا وما فيها، تقوم الكسره دي تنتفع بها انتفاع لا تنتفع بها اذا كنت مستغنيا عنها، فهمت؟ لكن لما تستشعر انك مفتقر لها يبقى باقل عزه تنتفع. فعشان كده لابد ان تستشعر بالافتقار، الافتقار لمولاك والافتقار للعظه التي توصلك الى مولاك. دي اول حاجه. يبقى تفتقر الى الله: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ثم تاني حاجه بقى: وبالعمى عن عيب الواعظ. تملي الانسان اللي شايف نفسه اول ما يسمع واحد بيعظ ما يعتبر ليه، ينظر لعيونه ما ينظرش هو بيقول ايه، يقول لك شوف قاعد ازاي، شوف لابس ايه، شوف بيتهدأ ازاي في الكلام ده، حتى لما بيصلي لينا بيتلخبط في القران ده، حتى مش حافظ مش عارف ده، حتى لما يجي يتكلم بيلحن ساعات، فهمت ازاي؟ يبتدي بقى ايه يجد معايب الواعظ بحيث لا ينتفع بعزمه. لكن تصور انت غريق في بحر اوهامك وجالك واحد ضعيف بثياب مقطع بيمدلك ايده، هتقول له ايه الثياب دي ولا هتمد ايده وعايز اخوه؟ جاي لك حتى واحد بيريق ومدلك ايده وينقذك وانت في بحر اوهامك، هتقول له انت برياله مش هروح؟ ولا هتمد ايدك وتغفل عن كل عيوبك؟ فهمت بقى ازاي؟ يبقى اول حاجه الشعور بالافتقار يجعلك تغفل عن عيوب الواعظ، تقوم اما تسمع واعظه تستفيد بيه، فهمت؟ ولو جاءتك من لسان انسان حتى جاهل بسيط، وانت راجل علامه كبير لكن سمعتها من انسان بسيط تقوم تتعظ. ليه؟ لانك انت مستشعر بالافتقار، وربنا سبحانه وتعالى كمان اعماك عن عيب الواعظ. عارف رؤيتك لعيب الواعظ يمنعك من رؤيه الاولياء ومن معرفتهم ومن الاستفاده بايه؟ باشارتهم. فدي نقطه مهمه، عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لك ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب: لا تنظر الى من يقول ولكن انظر الى ما يقول. لا تنظر إلى من يقول، يعني لا تنظر إلى شخص القائل ولكن انظر إلى قول القائل. فهمت بقى ازاي؟ فلا بد انك انت الحكمة ضالة المؤمن، واخد بالك؟ أينما وجدها هو أحق بها. يبقى أول حاجة العمى عن عيب الواعظ وتذكر الوعد والوعيد. ثالث حاجة بقى: تذكر الوعد، يعني الوعد بالخير، الوعد بالثواب، الوعد بالرضا، الوعد بالجنة. يبقى الوعد هو ايه؟ كل شيء مرغوب، والوعيد كل شيء مرهوب. فتذكر الوعد يتولد معه الرجاء، وتذكر الوعيد يتولد معه الخوف. يبقى أول حاجة أشعر إن أنا مفتقر تمام الافتقار، غريق، أريد النجاة، فأي صوت يناديني وأي يد تمتد إلي إيه؟
استعملها مباشره في الحال، لا انقض اليد التي ممدوده الي، التي امتدت الي، فلا انظر الى عينها. ان اليد التي امتدت الي مثلا اظافره طويله متسخه، لا انظر الى عيوبه لاني مفتقر اتلهف اليه، بل انظر الى عين من يمد يده اليها الي ليعظني. واضح؟ ثم بعد ذلك اتذكر ان في هذه العظه النجاه، فارجو النجاه واهرب من ايه؟ من المهلكه. فالنجاه هي الوعد والمهالك هي الوعيد. فالوعد يورث في القلب الرجاء ويورث في القلب الشوق والمحبة، والوعيد يورث في القلب الخوف الذي يجعلك في خشية وهيبة. ثم بعد ذلك تتولد الرهبة، وهنعرف بعد كده الفرق بين الخوف والخشية والهيبة والرهبة. كل دي مقامات تمر بها القلب، لأن دي في واحد حاله الخوف، واحد حاله الهيبة، واحد حاله الخشية، واحد ثاني حاله الرهبة، واحد ثاني حاله القبض، واحد ثاني حاله البسط، حاله الحب، حاله الشوق، حاله الرضا، حاله الصبر. كل دي أحوال تحتاج إلى فقه في التعامل مع الله في القلب. فزي ما بتتعلم نواقض الوضوء لازم تتعلم أحوال القلوب. وعلشان كده لابد لكل انسان من هذا العلم. ففي ناس اكتفت من الاسلام بايه؟ بالفقه. فقه الاسلام اللي هو صحه الاعمال، ولم يهتموا بفقه القلوب. والاعمال لا تصح الا بالقلب السليم. فافتقارك لفقه الاعمال لا يقل عن افتقارك الى فقه القلوب. اللي تخصص فيه الصوفية، أهل التصوف هم اللي اهتموا بفقه القلوب والمعاملات، وأهل الفقه هم اللي تفرغوا لإيه؟ لصحة الأعمال. كيف يكون عملك صحيحا؟ تروح للفقهاء. طب كيف يكون عملي مقبول؟ ليس كل عمل صحيح مقبول. عايز تعرف عملك يبقى مقبول إزاي؟ لا يتقبل الله إلا من القلوب السليمة. تقوم تروح لايه؟ لاهل التصوف. يبقى لابد انك انت تروح للفقيه وللصوفي. الاثنين مع بعض، ليه؟ لانك انت محتاج ده ومحتاج ده. محتاج للفقيه لصحه العمل، ومحتاج للصوفي لقبول العمل. عشان كده لابد انك انت تعمى عن عيب الواعظ، والعجيب ان الانسان لا يرى عيب الواعظ الا اذا كان يرى نفسه. وإذا رأى نفسه رأى عيب الواعظ، لأن الإنسان مرآة أخيه، فيرى عيبه في الواعظ. فهمت بقى؟ فتملي الإنسان يرى عيبه في الواعظ، طالما هو ينظر في مرآة نفسه. فإذا كان الإنسان مشغول بنفسه، مفتون بنفسه، مفتون بحسه، معتز بشخصه، يقوم يبقى كل الناس ناقصه وهو بس اللي ايه؟ كامل نظره. وبالتالي ينظر لكل الناس نقائص، وفي الحقيقه ان النقائص فيك. تحولت الناس الى مرايا لنقائصك. فعشان كده النبي يقول ايه؟ المرء مرآة اخيه. المرء مرآة اخيه. ان كملت وجدت الاكوان كلها كامله، ولا ترى فيها الا المليح، وان قبحت لا ترى الا القبيح. لأنك لا ترى في الحقيقة إلا نفسك. فمن رأى عيب الواعظ في الحقيقة هو يرى عيبه في وجه الواعظ. هو معتز بقى بأنه هو في اللغة العربية لا يخطئ، معتز بكده. يوم أول ما الواعظ اللي بيعظه يغلط في النحو، فهمت إزاي؟ يقوم يشوف العيب. أنت بتشوف اعتزازك لنفسك، بس في صورة قبح الواعظ. فاهم؟ فلا بد. عشان كده سيدي عبد الوهاب الشعراني لما راح لسيدنا ابراهيم الخواص علشان يعلمه ويربيه، كان شيخ الازهر، وابراهيم الخواص كان ايه؟ كان لا يقرا ولا يقرا. امي لا يقرا ولا يقرا. شيخ الازهر العلامه الكبير
رايح لمين؟ لأمي لا يقرأ ولا يكتب عشان يعلمه علم القلوب. فقال له إيه؟ قال له لابد أن تخرج من كل علومك عشان يشعروا بالافتقار. لما يشعروا بالافتقار أي عظة يقولها له يتعظ على طول. فهمت إزاي؟ قال له تقبل إيد أقل الناس وتحرق كل كتبه. تقبل إيد أقل الناس وتحرق كل كتبه. فقعد يبحث، معقول أحرق كتب العالم عنده مكتبته دي؟ يمكن أعز عنده من ولاده، لأنه عاش معاها أكتر ما عاش مع أولاده. صح ولا لا؟ أي عالم كده؟ يقوم الشيخ يقول له احرق كتبك، يعني احرق كل تعلق يمنعك من الوصول إلى الله، حيث أن كتبك صارت حجاب ولم تكن وصف. العلم قد يكون حجاب. فقال له احرق كتبك وقبل إيدها للناس. فالشيخ قعد يقاوم نفسه لحد ما حرق كتبه. وبعدين في الاخر بيدور على مين قال للناس، مش عارف. قعد يلف هنا ويلف هنا ويلف هنا لحد ما راح لحاره اليهود قدامه. هو كان ساكن في باب الشعريه، باب الشعريه هو بيحكي على نفسه. فقال قال للناس اكيد بقى عند اليهود. فدخل حاره اليهود فلقى واحد قاعد كده على دكه، فقعد جنبه عايز يتحايل علشان يقبل ايده ويروح لشيخه. فقام بيقرب كده بيتحايل عليه، قال له انت قاعد بتلف عشان تقبل ايد اقل الناس؟ شيخك بيقول لك قبل ايد اقل الناس، قبل ايد نفسك وادخل له انت قبل الناس. فهمت؟ يعني كانه محجوب بنفسه. لما قال له قبل ايد اقل الناس شاف ان كل الناس اقل منه. فيبقى انت لما تكون نفسك ناقصه تجد ان النواقص كلها في الناس، ولما تكون نفسك كاملة تجد الكمال كله في الأكوان وليس في الإمكان أبدع من مكان. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي لابد أنك تعمى عن عيب الواعظ. وكيف تعمى عن عيب الواعظ؟ أنك أنت ما تقولش إنما أوتيت العلم من عندي. تفتقر حتى من ملكاتك التي أعطاك الله إياها. تخرج حتى من ملكاتك وخبراتك وتقوم تبتعز من أي عزة، من اي انسان حتى ماشي في الشارع. فهمت بقى؟ يبقى اللي وعشان كده النبي يقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم في نفس المعنى. النبي بيقول ايه؟ من قال هلك الناس فهو اهلكهم. حديث صحيح معروف. من قال هلك الناس فهو اهلكهم، يعني راى الناس هلكا. فاذا رايت الناس هلكا فالناس مرايا لي، فانت رايت مصيرك. فهمت ازاي؟ لكن لما يرى الناس كده كلها كويسه الا انا اللي وحش، يبقى هنا ابتدى يتواضع وابتدى يتعظ وابتدى يكمل نفسه. سيدنا عمر بيقول لو نادى منادي يوم القيامه كل اهل الموقف في الجنه الا واحد لظننت انه مين؟ قال ابو جهل؟ قال ابو لهب؟ قال فرعون؟ قال لظننت انه عمر. شوف سيدنا عمر، ادي تربيه النبويه الشريفه. التربية النبوية الشريفة تربي الإنسان أنه لا يرى عيبا إلا في نفسه، فانشغل بعيبك ولا تنشغل بعيب الناس. فهمت إزاي؟ فالمنشغل بعيبه يتعظ بأقل عزة، واخد بالك؟ ولا يرى معيوب إلا نفسه، فإن رأى عيوب في الناس يعرف إن دي عيوب، لأن الناس لهم مرايا. الناس لهم مرايا. فهمت؟ كأنك بتنظر في المراية. يعني تصور انت دخلت على مراتك مبوز، هتعمل ايه مراتك؟ هتبتسم ولا هتبوز؟ لانها مراية. انت ما تقف قدام المراية تكشر، هتلاقي صورتك في المراية بتبتسم ولا هتلاقيها مكشرة؟ كذلك اذا التقيت بانسان وتجهمت في وجهه هيعمل ايه؟ هيتجهم في وجهه. إذا قابلته ببشر كده وبشاشة هتلاقيه إيه؟ يقابلك ببشر وبشاشة. فهمت بقى؟ فالمرء مرآة أخيه. يبقى إيه؟ لا ينتفع بالعظة إلا بعد حصول ثلاثة أشياء. أولاً شدة الافتقار، يفتقر حتى من ملكات نفسه. حتى علمه يقول اللهم إني أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جاهلاً في جاهلي؟
مش يقول لا بمواجهة خبير يعني ايه؟ تفضل متواضع، من تواضع لله رفعه. خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين ان يكون ملكا نبيا وبين ان يكون عبدا نبيا. فسيدنا جبريل اشار اليه ان تواضع فاختار ان يكون عبدا نبيا. خد بالك انه مش اختار باشاره جبريل، ده هو كان هيختار كده برضه. ما اصله مش جبريل اعلى من النبي. ولكن سيدنا جبريل من حبه في النبي اراد ان هو ينصحه والدين النصيحه. فهمت بقى ازاي؟ فالنبي تواضع وقال اكون عبدا نبيا فجعله نبي الانبياء. فهمت؟ لما تواضع لله رفعه على سائر الانبياء. الانبياء فيهم ملوك زي سيدنا سليمان وسيدنا داوود، ملوك انبياء وملوك. طب مين افضل نبينا ولا دول؟ فجعله نبي الانبياء. نبي حتى الملوك من الانبياء. لماذا؟ لانه تواضع لله صلى الله عليه وسلم وكان ياكل ايه؟ جالسا على الارض ولا ياكل على خوان، ويقول اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد. وكان مغطى بالهيبه والوقار. يجي الرجل من دول يتعامل معاه يقوم يرتعد يقول له هون عليك يا اخا العرب، ان ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه، والقديد ده طعام الفقراء. يعني شوف قد ايه بقى النبي تواضعه. فهمت بقى ازاي؟ فيبقى لابد ان تفتقر وتعلم أن كل مزية فيك ليست منك بل من الله. فإن ظننت أن مزاياك منك تكبرت، وإن علمت أن مزاياك من الله افتقرت. فلا بد أن تعرف أن كل نعمة وما بكم من نعمة فمن إيه؟ فمن الله. ولا هتبقى زي قارون إنما أوتيت العلم من عندي. فهم؟ قارون ما اتعص بصحبته لسيدنا موسى. ليه؟ لأنه كان شايف نفسه. شايف نفسه شايف غناه. عارف اول مكان لو كان مش شايف نفسه ولا غناه كان اتعظ بسلمان. ابليس كان شايف نفسه. عارف انه كان شايف نفسه كان سجد لابونا ادم. لكن عشان شايف نفسه انا خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين. انا. فشوف الانا دي هي التي تجعلك محبوبا عن كل خير. يبقى شدة الافتقار والعمى عن عيب الواعي وتذكر الوعد والوعيد، وإنما تستبصر العبرة بقى. أنا خلاص إيه؟ انتفعت بالعظة. العظة في داخلها العبرة. يعني أنا سمعت العظة، كيف أعتبر بها؟ يعني كيف أعمل بمقتضاها؟ يبقى العظة يتولد منها العبرة التي يتولد منها العمل. فهمت بقى إزاي؟ فكل حاجة ماشية بالترتيب كده. وبيقول انما تستبصر العبره بثلاثه اشياء، بحياه العقل ومعرفه الايام والسلامه من الاغراض. ثلاث حاجات برضه. تستبصر العبره ازاي؟ بحياه العقل. لابد ان يكون عقلك لماح. يعني لماح يعني ايه؟ يعني تعرف بواطن الامور ولا تقر بالمظاهر، بل تبحث عن الحقائق والمآلات وما تؤدي إليه. لأن تملي العقل يستخدم الحاضر ليستنبط إيه؟ الغائب. تملي العقل كده. فهمت إزاي؟ العقل يتعامل مع الحاضر لينفذ من خلاله إلى الإيه؟ إلى الغائب. فلا بد أن يكون قلبك حي، تدرك مما أنت فيه ما وراء ذلك. فلا تغتر بايه؟ بقشرة الدنيا. ولا تغتر بايه؟ باشياء ليست منك وليست مضمونة ان تستمر معك. فلا تجد في هذه الحالة بحياة عقلك الا ان تركن الى من خلق هذا العقل. ولا تركن لعقلك بل تركن للذي خلق هذا العقل. فحياة العقل ان يركن لخالقه ولا يركن لنفسه. طب والعقل عشان يحيا يبقى دراك كده مدرك بواطن الامور ولا يغتر. اتقي فراسة المؤمن. النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، اتقي فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله، ما تغروش المظاهر. الصحابة كانوا يشوفوا سيدنا عبد الله بن مسعود
رفض رفيع الاقدام كده، رفيع الاقدام يطلع كده يتسلق النخله من غير حد، فينظروا لاقدام سيدنا عبد الله مسعود كده رفيعه ودقيقه يضحكوا عليه. فسيدنا رسول الله يقول لهم ما تفتروش بالمظاهر. اتعجبون من قدمي ابن مسعود انها عند الله اثقل من جبل احد. شوف حياه العقل بقى، لان النبي لا ينظر الى جسده، ينظر الى تقواه. واكرمكم عند الله اتقاكم، اكرمكم عند الله اتقاكم. شوف حياه العقل عند النبي، عايز يرد الصحابه الى حياه العقل التي تجعلهم ينظروا الى حقائق الامور وليس الى قشور الامور ومظاهرها. طب واللي عايز عقله يحيى، قالوا يكثر من قولي يا حي يا قيوم، يكثر من ذكر ايه؟ يا حي يا قيوم. الله حي، الله قيوم، حي قيوم الله، اي ذكر. حتى عشان كده تلاقي الطريقه الشاذوليه عندهم بيذكروا كثيرا من حي والقيوم، من ضمن ايه؟ اسماء الذكر المفرده في الطريقه الشاذوليه، تقول ايه؟ حي وقيوم، لحتى لا تنتقل الى قهار في النفس الكامله بعد كده. يبقى ايه؟ يا حي يا قيوم لا اله الا، يا حي يا قيوم لا اله الا. لو عملت ورد 100 مره الصبح و100 مره بالليل عده فتره كده، هتجد قلبك يحيى وعقلك يحيى. يبقى حياة العقل ومعرفة الأيام. الأيام بقى يعني إيه؟ إدراك الوقت وقيمته، وأن الله حكمه ينفذ في الأيام، وأن الأيام إذا ضاعت من بين يديك لا تستطيع أن تعوضها، وبالتالي تترك التسويف. مفيش تسويف بقى،